إخوان ديالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو جديد، وتحية خاصة لقناة سينجا بينجا والناس اللي متبعيني. أنا اليوم جبت لكم جديد في الحمام البغواطة بما يسمى الحمام النفاخ. كنا عند واحد المولوع كبير والحمد لله تمتعنا معاه، وكان نهار الماكين داز بخير، وصورنا لكم هذاك الشيء، صورنا لكم كيفاش كياكل وكيفاش كيعيش كيفاش كيتجاوز، يعني ولا مرضاش تعطيه، والاثمنه ديال الجويجات. ونخلي لكم نيميرو التليفون تحت من الفيديو، واللي بغى شي حاجه يتصل بهذا المولوع وعندو شي حاجه توب توب. السلام عليكم اخوان. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا عند واحد المولوع كبير عندنا في حي مولى عبد الله، مولوع كبير تبارك الله، في حمام الزينه، حمام بما يسمى البغويطه، حمام النفاخ. حنا كنتواجدوا عندو اليوم، بسم الله توكلت على الله. بسم الله، تشوفوا معنا هذا المولوع كبير. سي سفيان. وي خويا. تفضل اخويا، الله يرحم الوالدين. مرحبا بكم عندي الاخوان، شكرا على نورتين على المول. مرحبا اخويا. شكرا على هاد الاخ سفيان، هو هذا المولوع الكبير ديالنا. مرحبا بكم كاملين. وجينا عندو اليوم باش عرفنا على هاد الحمام هذا. عندهم الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا به، عنده سلعه تبارك الله، كلشي مزيان تبارك الله. اللي بغى شي جويجه ولا وليدات، كيفاش كدير هاد تبارك الله، كيفاش كتتجاوز هاد الحمام هذا؟ بغويطه دغيا كيتجاوز، كريطا وساهل تجاوز. وبالنسبة للفريخات والوليدات ديالهم؟ ضروري شوية كاين شوية الخدمة ياك، شوية الدواء، شوية ضروري من التريتمون، ضروري مقابلة بزاف. واللي بغا شي جويج اخويا شحال الثمن؟ الله يجازيك بخير. كله ثمن، مرحبا بكم كاملين، اللي بغا يجي يتولى مرحبا به. المهم الاخوان، هاد السيد هذا راه حي مولى عبد الله الدار البيضاء، راه عنده اللي بغى شي حاجه مرحبا بكم. تلقاو التليفون ديالو، راه مولوه كبير تبارك الله. تبارك الله، اللهم بارك. اخ سفيان تبارك الله، راه مستوى كبير. ايوا انتم كتشوفوا معنا الاخوان، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. غنخلي لكم التليفون ديال هذا الاخ، اخ سفيان. كاينين وليدات كاينين جوايج، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. المهم راه الكارانتي. هو يعرفنا بهاد الجويج الاخ سفيان. تبارك الله تبارك الله. شحال عندهم اخويا هاد الجويجات؟ 2018 2018 نسوا 2017 للبيع هادي اخويا، لا ولا ديالك هادي ديال الخدمة. الاخ سفيان هذا هو، شوفوا تبارك الله. هنا كاينين شنابر للبيع هادو، وكاينين فيهم ديال الخدمه اللي خصاتو شي حاجه الاخوان، كما كتشوفوا انتمايا.
اصلا نقيهم طريتيها تبارك الله ومولوع كبير هذا عندنا يعني تي اون كونفيونس اللي بغى شي حاجه ما كاين حتى شي برد الخدمه العام الجاي ان شاء الله كاين هاد الجوايج حتى هما هادي خدام بها خويا سفيان تبارك الله تبارك الله هادو راه ديال الخدمه هادو السيد راه رحب بينا وجينا عندو صافي شدنا سفيان خويا دابا كاينين جواجات دابا قال لك تبارك الله كلشي باغي يخدمو دابا وقت الجواج كلشي غيبيض ليه واللي بغى شي حاجه نتوما كتعرفوا الاخوان عليكم سمح لينا اخويا الله يفتح عليك اللهم بارك اللهم بارك بارك الله بارك الله على خويا سفيان بارك الله عليك ديما الولاعه الحمد لله ديما مولعين الحمد لله في خاطر المولوعين الكبار بارك الله هذا هذا الولاد اللي صورتي ليه هذا هو هذا الذكر هذا وليداتهم هذوك اللي صورنا قبيله هذه يمهم هما بارك الله سيدي بابا اللهم بارك واحد نتول تحت هي مبيضه الاخوان الله راه خدام اخ سفيان الله يبارك اللهم كيف كتشوفوا معايا البويضات ديولا هادي سيد تبارك الله هي الشوق هي خدام الخوت والتليفون غتلقاو تما اللي بغى شي حاجه عند خويا سفيان مرحبا بكم هذا اش كتقولوا لي اخويا سفيان هذا الذكر هذا حلو صغير وزغي هذا اللي بيع اخويا سفيان هذا اللي بيع الاخوه اللي بغى شي واحد يتصل بينا ايوا حنا درنا بكم دويره هذا هو اللي بيع اخويا هذه نسوى هذه هي اللي بيع الاخوه اللي بغاها مرحبا به ها هي كما كتشوفوا اخوان مرحبا بكم الخوت انتم كتشوفوا هذا المولوع تبارك الله واللي بغى شي حاجه نخلي لكم التليفون هذا الاخ سفيان قول لهم اخويا شي حاجه مرحبا بك اخوان ديما الولاعة إن شاء الله غادي نبان الدول قدام إن شاء الله ونتمنى التوفيق كاع المواليه ديال كازا والمغرب كله داخل الوطن وخارج الوطن
تبارك الله عليكم وكنشكروا لكم كثير على شكرا اخويا بارك الله فيك. لا لا يخطيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. باقي عند السي سفيان المولوع ديالنا ومولوع كمان بحمام الفواياجور هما كما كتشوفوا معايا عندو حميمات هنايا مخرجو من الشمس شتو الاخوان الشماشة هادي ديالو هاد الدكاير هذا بحال نقولو هنا المستشفى ديالو هاد الدكاير بحيدرين الحنقورة هو هنايا اللي بغا يتشمش وهنا كاينين شنابرات والوليدات فين كيتشمشو هنايا الاخوان وكما قلت لكم راه المولى تبارك الله كبير الاخ ديالنا ندخلكم معايا دابا تشوفوا الحمام ديال الفواياجور بما يسمى الفراملية حنا كنقولوا هنا فين كيخدم الخدمة ديالو نعم اخويا سفيان شي حاجة زوينة ديال اللعب ولكن ما كنلعبش انا غير بروديكسيون صافي كيفاش اخويا سفيان كاين عندي شي فواياجور ان شاء الله شحال من مولوع كيجي كيولي هادو ديال اللعب ولكن انا اخويا ما كنلعبش انا غير بروديكسيون صافي كما قال الاخ سفيان هو ما كيلعبش غير دايروه هنايا باش كيفرمل بهم ياك اخويا بهذا المصطلح ديالنا حنا الكازاوي هنا يا الشنابر ديال البغويطه هنايا كيما يورينا الاخ ديالنا الشنابر ديال البغويطه كيما قلت لكم كيما كتشوفوا الاخوان الحجليه نسيوا شنابيره ساهيه حجليه بصرفقه بيضه حجليه وصرفقه بيضه هذا كيما ديال اخويا صلصالي كيما كتشوفوا الاخوان هادي نتيوا الدكاير في البداله هذا كيما تشوفوا الاخ ديالنا كيورينا المولوع ديالنا هادي جوج الاخ ديالنا شنابر هادو هادي سي سفيان انت هي شنابرة هادي جويجة هادي اذكر الله يسخر مولاه تباع اذكر التباع الله يسخر مولاه وهاد انت هو اللي معاه؟ لا هاديك راه باقا كنخدم بها هاديك ديال الخدمة هادو غنساوي عجلة بوحدهم هنا هادي نتيوا تيبقى شنيغيرة هاكا هي مسكينة هانتوما كتشوفو معايا الإخوان ديالي بارك الله اللهم بارك كيداير أخويا يعني الماكله ديالهم والتربيه ديالهم اخويا سفيان كل واحد اش مولفهم كاين اللي كيعطيه بقياس كاين اللي مولف ليهم الماكله ديما ليل ونهار حيت دابا بزاف ديال الموالي اخويا كيتشكاو كيقول لك كيعمر ليا بزاف دابا كيعيطوا ليا الناس كيقول لك كيعمروا ليا كل واحد والسيستم اللي يدير نعم اخويا اللي يدير الماكله ديما حاطين الماكله ما كيحيدهاش نعم اخويا كاين اللي مولف ليهم بواحد العبار واحد جوج عواشق ثلاث عواشق في النهار بعد عواشق شحال العبار اللي داير هو نعم اخويا واما بالنسبه للماكس يكون ديما على طول في اوكي في وفي قضيه اخويا يعني في الدوايات ديالهم لي تريتمون وتريتمون راه بحر الا بقينا فينا ما غاديش نتقاد ياك اخويا بزاف كاين ما ينصح الناس يديروا خل التفاح والحلبه الله يرحم الوالدين باش ننصح الناس الموالع يعني الدواء اللي ساهل وبالمستطاع ما يكون معقم شويه نعم ماكسيموم يكون معقم وصافي نعم ما ديروش ما ديال روبين نعم اخويا نعم
شكرا اخويا سفيان، وكنشكرك بزاف، الله يكبر بك والله يكمل عليك اخويا. هادشي تبارك الله راه زوين. هاد الشنيبره شوف تبارك الله كيقول هاد الشنيبره عندها 3 شهور ونص. ها هي، وكما قلت لكم الاخوان راه الاخ غنخلي لكم التليفون ديالو في اخر الفيديو، في اول فيديو، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. السلام عليكم ورحمه الله، وشكرا اخويا سفيان. مرحبا الاخوان، مرحبا. الله يحفظك. سي سفيان مسكين اليوم بغى يطلق لنا واحد الحمامه وبغانا نتولعوا معاه، كنشكروه بزاف. توكل على الله اخويا سفيان. بسم الله. بسم الله. مشات الفوق.